صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني شكل تاني. الأغنية والمجتمع في مصر، أغاني شكل تاني. حياة امبارح والنهاردة وبكرة، أغاني شكل تاني. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي. أهلا بحضراتكم، في الحلقة دي هنتكلم عن الحج في الأغنية المصرية. الحج طبعا هو الفريضة الخامسة في الإسلام، وأقدر أقول بدرجة كبيرة من التأكد أن المصريين هم من أكثر الشعوب تشوقا لزيارة الكعبة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن لولا تحديد حصة أعداد للحجاج لكل دولة بتحدد عدد الحجاج في مصر بتقريبا بحوالي 80 ألف حاج كل سنة، كان المصريين كلهم راحوا. المصريين بيعوضوا ده بالعمرة. عدد المعتمرين المصريين في السنة بيوصل لحوالي 900 ألف. الحج في مصر دايما بتصاحبه احتفالية من بداية الإعداد للحج لغاية العودة. اللي راجع من الأراضي المقدسة بعد رحلة الحج بيكون في بيته فرح، وزمان كانوا بيعلقوا أنوار ويرسموا على الحيطان صورة للكعبة المشرفة وعبارات تدل على أنه صاحب البيت زار الأراضي المقدسة، وعادة كانوا بيدهون البيت باللون الأبيض. ده طبعا غير الهدايا اللي بيجيبها العائد من الأراضي المقدسة، سبح وطواقي ومصليات وجلاليب بيضة، وأحيانا كمان يجيب معاه جركن مليان مية زمزم تبركا. لفترة كبيرة كانت كسوة الكعبة تطلع من مصر في احتفالية كبيرة كانت معروفة باسم المحمل، اللي هو الموكب اللي كان بيطلع من مصر كل سنة شايل كسوة الكعبة. كان خروج المحمل في حد ذاته احتفالية كبيرة كان يحضرها الوالي أو القائم على شؤون مصر، وكان المحمل بيرجع كل سنة بالكسوة القديمة اللي كانت بتوزع على الناس كنوع من التبرك، كل واحد ياخد حتة قماشة من قماش الكعبة تبركا بيها. من الأغنية اللي اتكلمت عن المحمل أغنية أسمهان عليه صلاة الله وسلامه، اللي بتقول فيها: عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه هنية وتملت بولعين، كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة تطوف، تبوس لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملعوف. عليك صلاة الله وسلامه، عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه، ده محملك رجعت أيامه هنية وتمليت بلعين. التراث الغنائي المصري حافل بأغاني كتير عن الموضوع ده، منها أغنية القلب يعشق كل جميل للسيدة أم كلثوم اللي بتتكلم فيها عن تلبيتها لدعوة الحج، وبتقول: دعاني لبيته لحد باب بيته لو بيت الله الحرام. وأغنية يا مسعد الحجاج للأستاذ كارم محمود اللي بيقول فيها: يا مسعد الحجاج وهناهم والله منايا حج معاهم. لكن أقدر أقول إنه الأغنية اللي رسخت في وجدنا مباهج الحج هي أغنية ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي اللي غنتها في فيلم بنت الأكابر، واللي بتقول في مطلعها: يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي، جريتني كنت وياكم واروح للهادي وأزوره وبوس من شوقي شباكه وقلبي يتملى بنوره، وحج وطوف سبع مرات ولبي واشوف منى وعرفات، واقول ربي كتبها لي يا رايحين للنبي الغالي. ربنا يوعدنا جميعا. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي.